أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: إذا مات رجل من أهل المعاصي وهو على معصية وهو مشهور بين الناس بهذه المعصية كحال أهل الغناء والتمثيل، هل يصح إطلاق هذه العبارة عليه فلان هالك؟ وهل هذا من منهج أهل السنة والجماعة إذا مات على كبيرة من الكبائر يحكم عليه بالهلاك؟ لا يصلح هذا، أهل الكبائر لا يطلع عليهم ويتعالهم لأنهم مسلمون، يستغفر لهم لأنهم مسلمون لم يقلدوا عن الإسلام، فلا يجوز أن يطلق عليهم مخالف أو النار أو ما أشبه ذلك أو أشد من ذلك لقاء كافر، هذا مذهب الخوارج، بل يقال بل يستغفر له ويدعى له ويطلع عليه ويدخل في مقابر المسلمين لانه مسلم، وامره الى الله في مساله الذنب الذي عليه امره الى الله، ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه، اما حكمه عند المسلمين فهو انه مسلم، انه مسلم يعامل معامله المسلمين.